أطلقت الدائرة الفرصة التطوعية فرحة عيد لتوفير هدايا الأطفال لأطفال ذوي الأسر المتعففة والأطفال المحرومين من حق الرعاية الاجتماعية على مستوى إمارة الشارقة، تعزيز لمبادئ التراحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومساندة الأسرة، خاصة في هذه المناسبات اللي هي عيد الأضحى وعيد الفطر، والارتقاء بالعمل الاجتماعي وتحقيق التماسك، وكذلك تعزيز ثقافة العمل التطوعي. طبعا شاركونا في هذه المبادرة والفرصة التطوعية عدد 55 جهة من الجهات الحكومية والخاصة. كان عدد المتطوعين معنا في هذه الفرصة 153 متطوع، أنجزوا خلالها 816 ساعة تطوعية. كان الهدف عندنا 3000 طفل، وبالفعل حققنا هذا الهدف، وصلنا 3000 هدية لأطفال الأسر المتعففة.